waxaan ka baxaa 6 saac marna 7 saac inta u dhaxayso soo isma dhigi kara habeenka ku dahda cambulada waa ku daahaa saayid ahaa marna ciyoona ba dhaqsada marna waa nasiib waxaan muhtay marna waa dhaqsada marna ma dhaqsada halkan waxa maada cambul macaan gabar saabina walaashay ah cambul aad u macaan tahay habeenka soo imaada meesha laga ma waayo inta marka walaashay سابرين وحاي كميتا هاي هاوينكا صوماليات اجانا سيدا يرير كولي حافظاني اسلي وحاي نهال كانوكو ايبسا نوريدا كالدومان امبولادا وحاي نهال كاني اسكوبي مادو دانيرادا مركاسي كونول حافظاني اسلي سيمركاسي اي وع شيان هال كاني سيدو كالانا اي وع ويستان انتا سيكدب وحان مركاسي ميكروفون كامو قلبهيا شبل تي في لدح قادي دونا دان يرادا مركاسي مقاحي دانيير ونضع عمبولادا وليبا عمبولادا عانكو كوه مركاسي كعونايا سيدو كلنا وحان مركاسي كو رايسو دونا سابرين او مركاسي كو مقعدير عمبولا معان دفعا سابرين وحا ايكمينتا هاي قبلها سومالياد مركاسي كاقنا عصدا اما با مركاسي ايبيه noocyada kala duwan ee cambuulada sabreen waxa aynu markaasii ku soo booqanay goobta markaasii ay cambuuladu ku iibiso ee ah maqaaxidaan yar sabreen waxa kamid tahay gabdhaha markaasii cambuulada iibiyo waliba kuwada markaasii ugu magac dheer marka goormay hooshan soo bilaawday walaa hooshan baan duusheega waxa wada 3 sano 4 sano dhawaad sanadka 4 ay dhalanay suufantay ma sha Allah مرة رب الحمد لله شكر لله أدوا كفرح سنة وكفرح سنة من فانتين ما شاء الله جور والبشقة سنة سنة واجع على أنا دير قلي أنا واجع على من فهمنه ما كو حدين له هاي قبلها سوى مالي دي كنا سنة أو شقة استار طبعاً مركا لدوه مقاحي إن لقى شقة يو وليبا عمبول الله سمعي ووحدك مركا سي يعني هوشان ماركتي يعني كو قصر دعضين أبلون والله هوشان وفكرة ده مثلاً تي قولي إيش كفرد إنه ما في عنو أنا شقي ستو حكي في عن مالها إن أنا وقتها ويوصل بعد أنا شقي ستو أدا أدا شقة عن كلية أنا ما قبته إعلان حتى وصارا مثلاً منو ما لنت هو هذا إعلان كي إعلان صار يعني قبل إعلان وصارا ما لنت يوكله هبين كنا ماشي أنا في شقيا أبولا المركا قيمة أبويا المركا سعد يبيسو إلا إمسا عمل واه حاجة ذا بقول شلين لا بقول ما قصا أنت سلك ذا بقول شنين إلا إلا بقول أنت سؤال حسا أوكي قبلها كلاتي عم بولاد إيبيا حكي قدو أنت والله جور والبس سا يعني هوش وقولوا يعني بركي والدك قفكم مركو ده لايو يعني موت هاي يسيو يعني لما دلين أو فكرة ديسا أو ودين لما دلين مثلا قفل بفكرة أو مركز تقانا ويسيل إيمان كرواي أنا يعني فكرة وحلي ما ذي عم بولاد أنا بلاو عكش قيستو محل بيل كجوريجا الاسكول كل واحد دوم قصاب حال وحصورا وحكم مرة ساعة عم بولدان عم بولد الله كم مرة يعني ما شاء الله دتك ورت وقت غيره مثل أنت صوت تهاي وحصور مال محل كعصنا يعني كور إيقاظان وحكلو كعصنا يا كتب عنا يا يعني محل يدير قليان شقة دور مرة دت بدن وارك يعني دت يعني ساتي مو بدنا وحير واي ما قاعة برايم ما قاعد وانا ندهنا جونيا حبيبي والبحر كان يبعتها آه اوكي ما حال كان يكون دورت هل كان مهم دورت ان كسور هاي برايا ميل وين اكسن واي عمبولا وين اكسن لاي كري كوري ديري وين اكسن لاي كري وي عشان هاي دمينستر انتاي وين عجيوسي هل كان هو البنا هم مالا اينا يعني عشان وين اكسن وفي عوصو دورت يعني شوف عبد الله حسين حاكم ميلا لان يرد دقن حافظ سري هل كان هو مالا عمبول معان دورة سابرين ولا شيء ايه عمبولي ادو معان تهي هذيك الصوره مالا ما يشعل يقموها يمكن مركب ولا شيء دي جناح سيدي وحالي دي الله أبرك يمكن كنت وانت عم بقول لي حوار أتكع تمر معانا لسه عطوا سلم عصر السوق وحي أعرفتي عن وهلي هذا نحو يعني وكل كردينا أيضا حكام لي بسلا عن أحمد مركز سوق كوميديا هاي لأن يردوا الصوماليات مركزي هل كان يكون عم بقول هذا أحمد بالخصوص هو شبل تي في وكل ما يقول على ما تسند شبل تي في وكل ما يواني مع العلمية عن هل كان جون وحاوي مش عم بقول معان طبعا عم بقول معانا نشهد وحاوي هرتميل ادي اد ادتك اجي على هذا السبب صح عنا كرنس وحاوي عنا الحمد لله ما شاء الله مركو حالين ما هي انت اوغين هكسو دوات عم بقول معانا وحاوي ميل في عن عنا في عن لقى عنا عم بقول في عن تالو مركو عم بقول اوت كعربو يشاح هكسو دوات انا اللي عم بقول معانا
dabcan mudooyinkii u dambeeyay xaafadani markaas ay degantahay Soomaalida Islii waxa markaas ku soo badanayay hablaha Soomaaliyeed ee markaas ka bilaabo ama markaas ku iibiyay ganacsiyada yaryar sida saabinin oo markaas ayada naftirkeeda ba ku iibiso halkaani cambuulada waxana halkaani markaas isku yimaado dhalinyaro Soomaaliyeed oo markaas halkaani ku casheeyo sidoo kalena ku caweeyo halkaan maxamed tafarrah shabeelle tv magaalada Nairobi shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya beeko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah